هذا خطير، هذا هذا خطير، انتبه. شوف يا بنت الحلال وخري. child uneducated، ليه ما تروح للمدرسة؟ عمرها 3 سنين يا أخي، والله العظيم تبغى تنكل هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنشت أو المنفيين. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ حدثني. في شغلة استبقتكم فيها هذا البايل بس حطيته عشان لا أنساه، وحطيت واحد ثاني هنا لأني تعرفوني دائما أنسى، خصوصا أني أفكر هذه الحلقة أتوسع في هذا المكان وتكون بداية المصانع. على قول ناشنال جيوغرافيك هذيك مصانع عملاقة، مدري إذا تتابعت البرنامج هذاك. أنا من محبين السلاسل اللي يعرضونها في هذيك القناة، صراحة قناة وثائقية جميلة، تحصلوا هذه المقاطع في اليوتيوب من سواليف السجون وغير السجون. وصح سويت ريموف لهذا الرود، والقصص الواقعية، سقوط الطائرات والسوالف هذه، هذه بالنسبة لي أحسن من الأفلام هذه اللي تنعرض على السينما، خصوصا هذه الجملة 1862 هبوط هبوط النجدة. المهم مثل ما قلت لكم، وصلنا حنا إلى مرحلة الأمان بإذن الله. بإذن الله اللعبة هذه ما لها أمان، الأكل أرقامها طيبة وباقي الأمور، يعني الخشب الفورست يعني ضبط الأمور إن شاء الله كلها، وعندنا مصدر أكل قادم في المستقبل. حاليا صاروا 7 ما شاء الله، في الحلقة الماضية أتذكر اشترتهم 4 فزادوا 3، كيف 7 والله ما أعرف. سريع سريع، شوف الصغير هذا والله يا شباب عشق هذه اللعبة والله العظيم. في طريق هنا بعد بنيته، ليش بنيته؟ عشان أتذكر أن عندي مصنعين هنا يغطون هذه المنطقة، فأي بيوت لهذه المصانع بتكون خلف هذه الدائرة. Stone is low. Merchant يقول لي وصل ولا هذه الحلقة الماضية؟ لا ظهرنا الحلقة الماضية هنا عند بورتيز اللي سميناها الفاصوليا، فاصوليا الصويا هذه حاليا تنزرع في 6 مزارع. اتوقع اني بكتفي حاليا ب6 وبتكون هنا المصانع، وبعدين اذا احتجنا شيء بنطير الفورستر. حاليا ودي انه يكون قريب شوي، هو خيمته وعائلته الصغيره، عمره 21، متزوج واحده 32 ما لقيت لك واحده صغيره ترد الشباب. وهذا بورتز، بورتز اوكي هذا ولدهم، والله جاء على وقت الفاصوليا يوم جبناها للمزارع، مفروض انه يسمي صراحه بس ما عجبه الاقتراح. هذا الشارع مدري ليش انا بانيه، ممكن حدود الفورستر، ايه عشان اعرف حدود الفورستر. جميل جدا، عندنا هذه المساحه كافيه ان شاء الله. اول شيء راح اسويه اقول لهم وخروا لي الاشجار هذه كلها في هذه المنطقه، راح ارويكم المصانع اللي راح نبتدي فيها، عندنا قائمه طويله. بس قبل هذا كله صراحه مش مطمن من ناحيه البيوت، لاني بنيت وود كتر هنا، في 3 شغالين هنا، 2 داخل هذا. ليش العلامة هذه؟ وصل الليمت، تجيب الماوس عنده يقول لك ما في خشب عشان اشتغل. في 6 خشب يا حبيبي، الظاهر انه راح يجيبه هذا هو. ايه امورهم طيبة. الخشب بيتظبط الحين، خصوصا بعد المولود الجديد هذا بيشد حيله ان شاء الله. مشكلته انه الحين كت وبلانت، فمركز انه يزرع تشوفون الشجيرات الصغيرة هذه، فمو مشكلة مسألة وقت، خصوصا اني انا بوخر الاشجار هذه، فبيكون عندنا اللوج الكافي لين ما يرتب اموره هذا. وهذا حاليا حطيت جنبه الستوك بايل خاص بس باللوجز، فالاشجار مفروض اللي يقصقصونها هنا ان شاء الله انهم يقربونها هنا ما يوخرونها الستوك بايل اللي موجود في هالمنطقة. في حركة ثانية كنت احبها تبع الستوك بايل برضه، انها تكون بشكل طولي كذا بحيث اني اقرب لهم شوي على اساس اخدعهم واقول لهم الستوك بايل هذا اقرب من هذاك. غير كذا الميني وركشوب هذا ودي اطفيه هنا، لو لاحظتوا فيه 2 ميني وركشوب اللي هم يصنعون الادوات اللي يستخدمونها في تكسير الاشجار وغيره، فحبيت اني اطفي هذا واحذف المبنى بحيث انه ينتقل هنا. ليه؟ لان كل البيوت اللي راح تنبني في هالمنطقه راح يمسكون خط لين هنا عشان يجيبون العتاد اللي يحتاجونه في حرث الزراعة وغيره، فلا بد انه يكون عندهم وركشوب قريب منهم. مثل ما قلت لكم اللعبة هذه ما في شيء اسمه هذه منطقة البداية او مركز المدينة، مركز المدينة في كل مكان متنقل معاك على حسب احتياجاتك، فهذا راح يبقى للمنطقة هذه اللي هنا وهذا راح ينتقل. بما ان عندنا صناعات قادمة خلنا نسبق اقول لهم كوليكت ايرون اللي موجود في هالمنطقة. خوينا هذا يزرع بالصح؟ لا والله يزرع ويحصد، بس بخليهم يساعدونه بالنص هذا. العمالة كم عندنا؟ 1 سيريسلي؟ خلنا نستعجل بالبيوت أجل، أجل العمالة اللي بيشتغلون في المصانع وين؟ طيب مثل ما قلت لكم هذا الشارع راح أزيل هذا اللي فوق، خلنا نشوف بيوت ثانية. بس ودي بالستون، أذكر أني شفت واحد ستون هنا بس أنه شكلها مختلف، لو تلاحظون فيه لون بني، أما الستون الثاني اللي كان هنا لونه مدري كيف، يعني فيه اختلاف. وبعدين فيه أشكال ثانية حلوة، خل مثلا نختار هذا، راح يكفي 1 في هالمنطقة.
لا والله يكفي اثنين، ثاني جنبه. حلو، هذا يكون قريب مثلا المزارع. طبعا هم راح يختارون العمالة بنفسهم البيت الأنسب لكل عائلة اللي هو أقرب لوظائفهم. أنا حاليا بديت بالسمر. في شغلة ثانية، لو تذكرون الفورستر سويت جنبه ستوك بايل اللي هو الطويل لين يقربه للمدينة. خلنا نرويكم يا هذا في الحلقة الأولى سويته أول شيء. فهنا نفس الشيء، الفورستر راح أسوي جنبه الستوك بايل تبع الخشب بحيث أنه يقرب لنا إياه أقرب شيء ممكن مثلا كذا. هو الأمانة بعيد شوي، ولكن بسبب الدائرة مثل ما قلت لكم محل المكان حقه بالكامل. لو حطيته هنا جنب المصانع ما يضره الإزعاج، ولكن دائرته بتكون رايحة كثير منها في البحر أو في المزارع. ثالث وفاة عندنا، عظم الله أجركم يا أهل أنيلس The Forester has dead of old age. لا يكون حرمة 31 هذه، لا old age يعني 80. يعني عندي 6 أشخاص فورستر عاد تدور لي. شوف هذا وصل 54 عمره. بالمناسبة على طاري الأعمار يا شباب، لابد أنه ننتبه للأجيال الجاية، منهم اللي هم الطلبة والتشيلدرن. لازم يكون العدد هذا كبير. إذا شفت العدد هذا شوي أعرف أن البيوت عندك ناقصة. فهذا الغلطة اللي أنا حاليا فيها أحس، فنعطي البيوت هذه أولوية. بيتين هناك وبزيد بيتين في هالمنطقة. خلنا نشوف البيوت نمسكهم. هذا اللي ساكن في هذا البيت مغطي المزرعتين، وهذا البيت مغطي المزرعة هذيك. هذا البيت الكبير. وات، من متى فضل البيت هذا؟ هم يطالبوني بيوت ولا لا؟ عندي 29 عائلة و 18 بيت، برضو 11 بيت ناقص. يا أخي يستهبلون هذا. أو البيت هذا البوردينج هاوس الظاهر اللي مره منحشر، يعني ما راح ينتقلون له أبو 10 سنين. هذه مشكلة. شوف هذا 25 ذكر وهذه 41 أنثى، ما انتقلوا مع بعض بسبب أنه ما في بيت. انحرمنا من أطفال وانحرمنا من الزيادة السكانية. طبعا أنا حادهم بالعمد، لكن مش لهالدرجة أنه يتمي عندي بس 7 3 متعلمين، لأنه يجلس 10 سنين تقريبا هنا. هو يوصل 10 سنين عمره ما يروح وركر، يتحول إلى طالب، وبعدين يتم تقريبا حول 10 سنين، لكن يموت في سن 80. وما بين سن 20 والـ80 هذه عندك 60 سنة يكرف فيها ويعطيك ضعف الإنتاج، فهو استثمار. وبعدين أذكر أني شفت نسبة المتعلمين عندي 33%، فمرة قليل. 4 عمالة، بوقف الفيشرمان، بخليهم الأربعة يقلبون عمالة مؤقتا ويشتغلون. بنشوف الأكل هل بينقص ولا لا هذه السنة. 7400، إني معطيهم أشغال كثير صراحة يخلصونها. ما في إلا نسرع الوقت، خلنا نعطيها ضرب 10، نحاول نستغل العمالة. وصلنا إلى 6800، دخل علينا فصل الخريف قبل الشتاء. وهذا العمالة المشكلة الحين بيساعدون الفارمرز نصهم بحيث تجميع الفاصوليا يكون سريع. بنشوف انتاج الفاصوليا ان شاء الله يكون 1000 كل مزرعة، نفس ما كان نطلع من البطاط مفروض هذا نفس الرقم. بالنسبة للمصانع اللي ودي اسويها، اول شيء راح ابتدي باستخراج الرمل والكلي، لان اذكرها هي العامل الاساسي اللي يفتح لك مصانع كثير. عندنا الملابس، ما ملابس تفاصيل كثير، مصانع كثير. شوف هذا الشو ميكر الله يكرمكم، الأحذية أنا للحين ما لبسته، ملابس عادية تبع أحذية. فيه هذا أذكر شكله والله البوتي أو البوتر، هذا تقريبا اللي كنا نبيعه غالي. فإذا جانا تاجر ولا شيء ما أذكر كم سعرها، بس إنه أذكر من أغلى الشغلات ومن أسهل الشغلات اللي نقدر نستخرج منها. هنا جونيور أثاث للبيوت، وهذا شكله سرير مدري مخدات، المهم حبال، شمع، فيه جلاس. أتذكر زجاج مهم جدا برضه في كثير من المصانع، فيه مجوهرات أكيد هذه بتكون أغلى. البريك ميكر هذه أتوقع من أهم الشغلات، كلين بريك ووركس. البريك أتوقع من أول مصنع لازم أن يسويه، يفيدنا بتطوير الطرق كاملة. يعني تخيلوا ضعف السرعة، الفارمر أو كل الوركرز بيتمشون في المدينة بضعف السرعة. فأنت في هذا اللعبة تحاول أنك تستغل كل ثانية. يا أخي الفاير وود هذا جالس أعاني فيه 0، والثلج هنا يعانون منه. الفورستر شكلها بعيد بزيادة، أو أنه عشانه متجمد
فما يشتغل بسبب الخيمة هذه، هو أكيد أنه متجمد. طيب بحط لك بيت هنا، والله يرحم والديك لا تزعجنا، هذا أحلى بيت ستون لك. وبحط لك الماركت، الماركت أتوقع بيفيدك كثير في هذه المنطقة، لأنه بعيد من السوق، بعيد من مصادر الأكل، بعيد من كل شيء. فبوظف واحد بس وظيفته أنه يقرب له الأكل. هذه فائدة الماركت، ميني فود ماركت، واحد مسؤول عن أكله زي كذا تقدر تقول. فيه ماركت ثاني إن شاء الله أنا يجي عليه، الماركت بيلدينج سنترال ماركت، هذا بيحتاج لمبر، هذا فنان حتى ما لها رينج، الظاهر الكل يجي إلا والله الرينج حقه مرة كبير، فبيغطي لي أغلب البيوت يا رجل، المدينة كلها لو حطه مثلا في هذا المكان. أوه وش رايكم؟ حس مكانه ممتاز، ببنيه ولكن بسوي له ستوب، بيحتاج اللمبر، هذا برضو من هم المصانع اللي في البداية نسويها. أنا جيت هنا أدور لكم على فيه ميني كارت أو شيء زي كذا، هذا فائدته حق الخشب مثلا نفس الشيء، بس هذا ما يجيب أكل، هذا يروح يجيب خشب للخشاب، من وين يجيبه؟ بيروح جميع الستوك بايلات اللي موجودة وش اسمه يقربها لهذا، فوظيفته هذا بس انه يقصقص الخشب دائما قريب منه. اذا ما حطيت الماركت وما في خشب عنده، هذا نفسه بيروح بيدور على الخشب. شوف حطولي شوية خشب، سكتوني فيه حبتين لوجز. والله يا صاحبي بوظف واحد، فكوني من الفايرود هذا اللي جالس اعاني منه. شوف هذا سمول ماركت يجيب لهم كل شيء، كاتب لك يقرب للسيتيزن المواطنين الاكل والتولز والكلوثز وكل شيء، فما يحتاج هذا المواطن اللي ساكن هنا يروح يجيب الأغراض من الستورج أو أي شيء. تقريبا هذه المباني خالصة، بس ناقصها المهندسين، فبوظف 2 مهندسين. الموسم كامل مشيتها بدون السمك، نقص تقريبا علينا 1000. خلنا نشوفهم هذا بعد ما يحصدون كم. شوفوا هذا الستون وبعده يجيك البريك، فاستثمار جدا قوي في بداية اللعبة، يختصر لك مشاويرهم خصوصا الطرق الرئيسية، او مثلا طريق الفورستر لوصوله المدينة او الماركت او غيره. بس كتصميم المدينة مبدئيا ممكن انك ترسم بهذه الطرق، مش مشكلة. والله رجع الاكل 8200 بسبب ان الفاصوليا الحين انتاجها مخلص. فالفشرمان هذا حلو صراحة كبداية، لكن انتاجه يعني ما يتقارن بالمزارع. شوف خلنا نشوف هذا وات بوتيتو، انا هذا نسيت ما غيره، لا الظاهر انه اي والله انه بطاط كله. وانا اقول شكل الزراعة هذا ما هو بغريب علي، شكلي تأخرت انا في الحلقة الاخيرة قبل اختم، يعني خلاص بدوا في زرع البطاط فما قدرت اغير، تغييري هذا يعتبر للموسم اللي بعده. مش مشكلة ما شاء الله سكينا 10000، يعني تخيلوا من كل مزرعة قرابة 1000، هذه 6000 اكل مضمونة. مدري ليش هذا 740 وهذا 740، ممكن الوركر اللي شغالين فيه غير متعلمين. شوف ان educated او نو جنب التعليم، فهذه الميزة يا شباب، انت تتكلم على 300 و300 و300 هنا خربيت التعليم. عندنا واحد ثاني توفى، رابع وفاه old age، اي والله رابع وفاه. ضروري جدا انه يكون عندك عدد عمالة حتى لو انه واحد، بحيث انه لو اللي توفى على طول هذا يروح يتحول يمسك وظيفته، اما لو كان عندك زيرو في العمالة انت لازم تدور هذه وش كانت وظيفته وتروح تحط يدويا، يعني تلغي احد الوظائف بعدين تروح، فضروري جدا. شكلي بطفي السمك، عجبني الوضع والله، 6 عمال. خلنا نشوف الاحصائيات، السنة الماضية انتجنا 9000 واستخدمنا 5000، حلو. والحين بيوت جديدة انتقلوا فيها على طول، هنا لسه ما بنيت، قلت ببني المصانع اول شيء. اول شيء قلت لكم اللي هو استخراج الفيليج ساند، هذا هو الشور هاوس، انا اعرف شكله، لا مش هذا، المشكلة عندك بلان اي وبلان بي، الظاهر ان هذا ابو رمل جنبه، اي لازم يكون في البحر، انا استغربت، شوف يظهر لي الاحمر، لازم انه يكون قريب البحر مش لازم داخل البحر او ملامس البحر. هذا واحد 40 خشب بس، والله وينك من زمان انت، من كثر الخشب اللي عندي. وهذا واحد ثاني بس 28 خشب و6 كلي، تقريبا متشابه. خلنا نقرأ الكلام، هذا يقول لك sand and clay processing at glass work or brick work، عشان تنتج فيه زجاج او تصنع البريك work اللي هو الطابوق. عندك الثاني هذا نفس الشيء
لكن هنا اثنين يشتغلون فيه. احب المقارنات انا، خلنا نحط الاثنين. هذا لازم يكون ملامس مرة. شوف الماين الكبير هذا، هذا ممتاز جدا ولازم انه يكون في الجبل. لكن عيبه ايش؟ عيبه انه يحتاج اللمبر، ومثل ما قلت لكم الوفيات برضه نسوي له ستوب قدام شوي عشان لا ننساه. لان الايرون شوفوا يجيب لي ايرون هذاك ويجيب لي الكول اللي هو الفحم. الفحم بعد اقدر استخدمه في هذا ويصير اوفر الفاير وود بدل لا استخدم الفاير وود. هذا جميل صراحه من ناحيه انه الفاير وود ما بيخلص علي لانه خليه للسكان بس يدفون فيه. لكن اذكرني رتبت الوضع انا على اساس الحلقه الماضيه وكثرت الود كتر وكذا، فان شاء الله تضبط الامور مع هذا. نصير نفصل البيوت اللي موجوده هنا عن هذيك. هذا الامانه شكلي بزيله لكن استهلكنا موارد كثير فيه. نكد علي والله، نكد علي خلاص ما ودي اشوفه يا اخي. حلو، الحين السنه ال12 عندنا اثنين، واحد اصبح ستودنت واحد اصبح عامل واحد انولد. اذكر ان في نسبه يقول لك يفضل دائما، هلا 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 انا منتظر هذا الشيء. لو انولد واحد يصيرون 9 من 9 راح يذبحه، شكل الصغير هذا راح نتغدى فيه. يذبحون في الخيول، ايه ليتهم بس يركبونها ويتنقلون ويصيرون اسرع. خلنا نشوف الصناعات هذه. المشكله في المود عندك مثل ما قلت لكم 20 مود. هذا السومل يقول لك يعطيك الفاير وود ويعطيك اللمبر. هذا الوتر ويل تقريبا اللي اقصد لكم اياه، هذا اللي يريده. بما انه ما فيه اي ازعاج ممكن يكون عند البيوت. اتوقع انه راح نبنيه نسوي له بوز عشان ما اضيعه في القوائم هذه. عندك شيب يارد بناء السفن، كلام كبير والله. هذه شغلات ما وصلت لها انا. بريك وورك، شوف هذا مصدر ازعاج، مش مشكله. هذا اللي نباه، خلنا نقول في هذا المكان كلي. اوكي هذا بسيطه حلوين، بس ال 15 لمبر راح نجيبه من هنا. فهذا لازم اول شيء، وهذا بعدين هذا. والله يا فيه امور يا شباب، شيء. ايش هذا الاشجار؟ ديكور، شغلات ديكوريه باربع خشبات. لجينا الفورستر بس يوصل هنا ويعدمها علينا. في نخل، الله متعوب عليه والله. بس عشان اذكر نفسي بالزينه من كثر الخشب. الماركت خلص، بنوظف فيه واحد يقرب لصاحبنا اكل، وهذا ينبني بيته، وهذه الخيمه راح اهدمها. خلهم بس يخلصون مع بعض. ايش كانت اسم العائله؟ دلفس. يلا يا دلفس بيتك قرب، على طول طير الخيمه، انتقلوا من هنا. افا من سيرجي هذا؟ ايش يبغى سيرجي هذا؟ سيرجي الفورستر. وات، اجل هذا مين؟ الظاهر ان عائلة جت ثانية ومسكت الوظيفة. ما همنا، مش مشكلة، اهم شيء انه يشتغل بضمير. قبل لا افتح البناء في هذه المناطق عشان لا نغلط الغلطة هذيك، اول شيء بنوظف العمالة يجمعون الخشب ويجمعون الستون. ساعدوا الفورستر هنا بالخشب، اثنين بلدر طفيهم وفرموا لي هالمنطقة من الخشب. ميرشنت هاز ارايفد، يا ويلكم. وش عندك؟ تكفى سيدز، بيف كاو، جايب لي لحم، جيب لي الكاو نفسه ولا لا تجيني. عندك اوردرات طيبه ما شاء الله، جميع انواع الحيوانات. المشكله الوسخ هذا لو اطلبه اي شيء مثلا شيب بيجيب لي اياه غالي، بس يلا. ودجاج هذا جاي من وين؟ من جليندو، هذه اسم دوله الظاهر. ادري انك ما بتجيب شيء، ادرف ادرف ادرف، ما منك فايده. التولز ما شاء الله شيء طيب، 111 وصلنا. بس هذا يشتكي يقول ما عندي خشب او الفاير وود. ما عليك، الفاير وود ان شاء الله بتحل مشكلته قريب. بس خلنا نجمع خشب كافي، وهذا بعد شوي راح يوقف ويزعجك. هذا اللي اشتكوا من البرد اهل الفورستر. يا حبيبي هذا موظفه جنبكم ايش يسوي؟ بس يجيب اكل؟ جايب لهم غنايم واجده. خاطري امسك حياه واحد منهم، هذا الشايب عمره 47. يقول لك gathering fuel. من وين جاب الفيول؟ اوكي جاب فيول، الحين ندفها خلاص. امورهم طيبه مفروض. getting something to eat. شوف خلنا نشوف روتينه. سوي له فولو. كاتب لك هنا working. شوف راح هذا جاب ال، ايوه وين رايح؟ يجيب ال شو اسمه ذاك الفوكس. وات؟ ما في ستورج جنبه. شوف الستورج اها هذه فائدة انك تتبعهم. كذا كذا بنحتاج ستورج كبير في هالمنطقة اتوقع. كم تكلفته؟ 48. حط واحد ستورج وستوكبايل كبير وراه لجميع الاغراض، وبعدين شارع بيكون كذا.
ما ودي أطوله كامل لأن العمال بينشغلون فيه حاليا. ما شاء الله حلقوا المدينة هذه كلها أو المنطقة هذه كلها. هذا ضرب 10 السرعة، ما شاء الله تغيرت علي المدينة والله. خلنا نهدي السرعة شوي. فيه مطالبات بثلاث بيوت. طيب هذا خلنا نرجعه نشوف بيسكرون فيه ولا لا. مطالبات البيوت بتوقف ولا لا. 4 أشخاص لأني على وشك أهدمه. أيوه الحمد لله الحمد لله. والله أني ضايقت، لسه باقي واحد يطالبني. هذا 3 أشخاص الظاهر السناقل، السنقل يعيش هنا بيت شيرينج على قولهم، فهذولاك ما يحبون الشيرينج. طلعوا ينتظرون مني توزيع بيوت. طيب وين وظائفكم؟ يا ربي يا كريم، هذا اكيد مش متعلمين، هذا اكيد مش متعلمين. يعني البيوت هذه ما هي بكافيتكم بالله عليك؟ 3 بيوت. هذا المشكله كل واحد يبغى يسكن حاله، شكلهم غار ويبون الستون. ابشروا بالستون، ابشروا. هذا واحد وهذا الثاني، بس واحد منهم بينبني بعدين. اعطيها ضرب 10. حلقوا في السماء، شوف النمل كيف يا زين المنظر هذا. الستون هذا ما حوله شيء، الحين بان والله، اول كان متخبي. كم انتاجك انت؟ 40 ستون، 60 ستون هالموسم. ايش معنى زاد هالموسم؟ وهذا اخوينا 32. اوكي الستون امورنا طيبة. الخشب اقل شيء يدويا الحين. اهلا بالبطاط مش بطاط عفوا، البينز الفاصوليا 1046 700. طبعا هذا مش متعلمين الظاهر، يا ريتني اقدر اتحكم واخليهم بس متعلمين. عشان كذا انا ما ودي استقبل اي نومادز، ما ادري ايش اسمهم هذلاك، وافعل البير المثلج. ربي مثلج وكيف. على فكره هذا يرفع سعادتهم. العامل، كل العمال اللي يشتغلون يقومون بثلاث وظائف. اول شيء يروح وظيفته ويرجع ياكل او يتدفى. فيه مرحله الثالثه اللي هو الاستكنان، مرحله الاستكنان، فياخذ فراغ دائما بريك من شغله، وتحصله كاتب لك ايدلينج. ايدلينج هذا يروح يشوف اماكن استكنان زي البير اللي ترفع سعادته. لكن مثل ما انتم شايفين ما شاء الله سعادة عندي طيبه. شوف هذا وين، هذا خطير، هذا هذا خطير. وينك يا هنتر؟ لك ما شاء الله 13000. انتبه. شوف يا بنت الحلال وخري. تشايلد ان ادوكيتد، ليه ما تروح للمدرسه؟ عمرها 3 سنين يا اخي. والله العظيم تبغى تنكل هذه. والله الماركت عاجبني ولسه ما انبنى. يا هو الخشب اللي جمعوه وين راح؟ خلنا بنطفي الايرون شوي عليهم. معليش يا صاحب، خلصتوا علينا الخشب، عندنا صناعات ثانية. هذا انتاجه كم؟ 100 فاير وود الموسم هذا، وهذا 400 فاير وود. بس هنا 3 اشخاص، يعني ماشي اموره. والدب هذا مش ناوي ينقلع. خلنا نفتح الشغل هنا. والله 80 لوج يا اخي كثير. انا بزيد واحد فورستر، عانيت موضوع الخشب. هم اصلا المفروض يكونون 3 من 3 هنا و3 من 3 هنا. كيف هنا 2 وهنا 2؟ الاثنين هذلاك وينهم طيب؟ في واحد قلنا مؤقتا في هالمكان. لا يا حبيبي، قلنا واحد بس، واحد في هذا الفرع. كويس ان انتبهت، هذا بس يزرع كثافة في هذا المكان. اوكي الحين هنا 3 من 3 وهنا بنخليهم 3 من 3. انا اقول في شيء، في مشكلة معي في الخشب. وبرضه يا عمالي الاعزاء جيبوا لي الخشب هذا كله. دقيقة، هذا شكله جالس يذبح من الصبح، الظاهر انه بيذبح بعد شوي. خلنا نشوف انتاجه. الفيشنج دوك بسحب عليه. يا عيني على الشغل يا عيني. هذا علامة استفهام، ليش؟ من انت؟ فيول ريفاينر. اها اوكي، خل علامة استفهام تذكرني اني مطفي الايرون، مطفي هذا معه. اوكي عندنا 127 خشبة كافية للموارد، راح نفتحها هنا. والعمالة مفروض انهم يركزون على هذا المكان، انه تقريبا الشيء الوحيد اللي فاتح لهم اياه يشتغلون فيه. فنعطيها اولوية ونرسم له شارع جميل خفيف لطيف من هذه الزاوية. حلو، شوف الحين رص المواد. عامل واحد جاب 15 من الخشب او شوية عمال. كان مفروض ان يمسك كل واحد يشوف الانفنتوري عنده كم. الحين نعطيها واحد بلدر بيجي بيخلصنا اياه. الفارمز راح اخليهم الهنتر والجاذر. من راح انقص من الاكل؟ ودي اوصل لمرحلة ان الاكل لا يزيد ولا ينقص. 10000 كافية، وبستثمرهم في المصانع حاليا. الجذر فيه 4، ايش رايكم نخليهم 2؟ والهنتر 4، راح نخليهم 3 او 2 2. الليمت 10000؟ لا 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 لا، انتم ما يخصكم بالليمت. نفتح المصانع هذه، انبوز انبوز، ما يتطلبون خشب كثير. نزيل المزيد من الاشجار
في هالمنطقة. شوف من اللي سكنوا في هالبيوت. فورستر، فورستر فيه بيوت قريبة منك. شوف سعادتهم صارت 4 من 5. هذا البيت فاضي ظاهر. طيب وين يشتغلون الحبايب؟ بلاك سميث وليبر، الظاهر لأنها شغله واقف فعشان كذا. تقريبا هذه الكثافة حلوة. خلاص طفيه، كنسل المبنى هذا. طبعا بيكون فيه فورستر زايد، راح نزيده في هذا المكان. كذا عندي حرفيا فورسترين، 2 بس، 4 4. وان شاء الله انه يحل مشكلة الضغط، ضغط الخشب اللي علينا، لان اغلبها على طول اللي يتقصق الصغار ويروح للبيوت. جانا ميرشنت وفي واحد مات من كبر سنه. والله ضيعت خلاص، الحين وصلنا تقريبا الى رابع وفاة وخامس وفاة. هذا التاجر جاء وجاب معاه 4 دجاج، الواحد ب400، او 8 دجاج، الواحد ب400. السمك بخليه بما اني طفيته. 8 بكم؟ 3200. ما بشتري 8، بشتري 5، بنخلي شوي من الاكل. اوكي، 2000 2000، 5 دجاج تريد. الحين الدجاج هذا هل مكانه هذا ولا لا؟ جميل جميل، 24 دجاجة. طبعا لازم نوظف واحد في هالمكان يرعاهم. توتال 2، واحد هنا واحد هناك. الاكل ما زال في ازدياد رغم اني نقصت من الهنترز والجاذرر، لانهم توهم مجمعين الظاهر لكن في السنة الجاية بيبان. تقريبا هالسنة حصدوا الكلي. خلنا نبتدي بالكلي والساند. الخيارات هي نفسها تقريبا، بس هذا يعطيني خيارات اكثر، يجيب لي الريدز. ما اذكر صراحة وش كان استخدامها، واني ما وصلت لهذه المرحلة في اللعبة من اني استخدمه، ولكن هذا بنقول له ساند وهذا بنقول له كلي. او الساند هذا للزجاج بنأجله شوي، بنقول لهم اثنين هم كلي على بال ما يجيبون لي 60. وهذا بيجيب لنا اللمبر. فيه لمبر من الخشب اللي هو من الفورستر، وفيه لمبر يجيب لنا اياه من الهارد وود. بعد الهارد وود هذه من وين؟ ما تسألنيش، يعتبر وود كتر. فالتوتال 5. والبيوت ما زالوا يعانون من البرد، الفاير وود. انا عندي حل موقع ثاني، اني اجيب لي من الميني ميني فورستر واحطه في هذه المساحة وعيش يا مدير. اللي خابصني في مسألة الايرون انه داخل فيها الخشب، او الخشب يتحول الى فاير وود، وبعدين من الفاير وود يتحول الى فيورنس فيول، وبعدين يتحول الى الايرون هذا باضافة مع الفيورنس فيول هذا. فلازم اني افصل هذه العملية. تفصلها كيف؟ تجيبها دايركت من هنا. كيف تجيبها دايركت من هنا؟ تجيب اللمبر. بطتنا بطت بطتكم. نقدر نوظف 2؟ نقدر نوظف 2، وهذا برضه يشله خشب. يا مسألة الخشب هذه. هذا الركن كامل بفضيه، بوقف الحدادين فترة. هذا كان يسوي رف تولز، يا ليل النكبة. الرف تولز يعني اغلبها بيتكسر بسرعة. اتوقع هذا الحل، اني اوقف هذا الاثنين، يصيرون 2 عمالة، واطفي المهندس، واطفي 3 من هذا اللي زرعوا. ظاهر انهم زرعوا، لا يلد 0. هذا اوف، وهذا اوف، وهذا اوف. تضحية كبيرة صح؟ هذا كله ليه؟ عشان يمسكون لي الاشجار الكثيفة في هالمنطقة كاملة. ولا ننسى الستوك بايل، ستوك بايل للخشب جنب الخشاب جنب الفورستر. والله زرعوا ما مداهم، قبل شو كان 0%. من هذا اللي يزرع؟ شكله هذا جارهم قال بغطي على اخوي. والله ما اعرف، بتسوي خير، ما اشوف اي شيء نقص. وينكم العمالة؟ become student labor student. اوكي حلو، مرحبا بك الكرف. هذا اللي ينولد في وقته. مشكلتي تدري وين؟ ان الجهة الثانية هنا كلها بحر، ولا كان هنا 2 فورستر، فاحس نفسي اسكر على نفسي كذا، عرفت؟ في حل ثاني مؤقت اني اطيرهم، لكن تضحية. طفي الفورست والهارفستر وخلي الفورست شغال في قصهم، ولين ما ينمون من جديد اقول له لا تقص بس ازرع، واصير اجيب الخشب كله اللي موجود هنا. بس عندي حلول حاليا، نفس المسافة تقريبا. مسألة البيوت اتوقع انها كافية. فيه نسبة معينة تقدر يعني تفترضها، ذكرني شفتها في موقع اللعبة الظاهر، يقول لك ان حافظ على هذه النسبة دائما، بحيث انه اللي يموتون من العمر متأخر يكون وراهم الباكب هذا. يلا وصلوا للخشب 200 اقل شيء. جانا تاجر، خلنا نهدي الوقت، يمكن معه شيء مهم. شيب اخيرا، ما يبى بطاط، هذا اللي يقتلني. خلنا حتى لو نشتري واحد منه، نضمن الحين واحد 600، نبيع له الفاير وود. عندي 200 مزبنهم انا هنا، فما يظهرون الاستورج للسكان، عشان كذا بردانين. اتوقع لازم مينيمم يكون 2 عشان يتكاثرون، فبنخلي 200 الى 170. حلوين تريد.
ايش عندي شغلات ثانيه ممكن استفيد منها في التجاره؟ تدرون لو اني ما طلبت الشيب منه كان ممكن يبيع لي اياه ب 400 او 300، نص السعر تقريبا. هذا اوردر خاص مسافر في هذا البرد عشان يبيع لي الغنيمات هذه، بس وين محملها السؤال. والله يا انهم طربلهن. شوف هذا الثنتين، يا مرحبا، يبان لنا مزرعه ايش ثالثه. هذه ما خصصناها احنا. ياهو دجاج وينهم؟ وات، اقسم بالله اني حط اثنين حتى ماتوا. شوف جابوا لي اجز. هذراهم هذراهم، ايش فيك معصب انت؟ هذراهم موجودين والله، لانهم بيض ما يبانون. الحين سبحان الله واحد من واحد شغال. انا ما سويت شيء، مشكله اني اخذت المساحه كامله، ما ادري اذا في طريق يمدي من هنا. اتوقع يمديهم يمرون، احطه جنب اخوه. اتوقع هالمكان مناسب. بعدين جنب المرفأ خلي مساحه صغيره للشارع. ممكن بعدين نغير حق الصخور هذا، نرميه شوي بعيد ونحط مزرعه ثانيه جنبه. باش مهندس ركزنا على هذا المكان، تكفى الخرفان جايين. ممكن على حسب مساحة الاسطبل يحدد لي كم العدد المسموح فيه، فإذا كذا مفروض اني اكبره شوي. وبرضه يعني مكان مناسب جدا في الدائرة الحمراء حق المصانع، 20 في 10 اتوقع كذا مناسب. بعد هذا ما ادري ذبح شيء منهم. اي والله ذبح، جاب لي ليذل وجاب لي التشيفل هذا اللي هو لحم الأحصنة، والفيرتلايزر هذا اللي هو كرمته السماد. ممكن راح يفيدنا في الزراعات. والله في أمور كثير يبان نستكشفها. هذا وش حامل؟ من وين؟ هذا اللي هو لحم الحصان، من وين جايبه؟ من أنت؟ تشايلد، تشايلد إيش يسوي تشايلد؟ طفل. والأكل هذا كله إيش تسوي به؟ معقولة الطفل يشغلونه؟ لوين رايح يا عزيزي تشايلد؟ حسه زارف كذا سارق للمدرسة. اوكي على بالي يسوي عزومة ولا شيء. والله وداه البيت تشايلد، عمره 3 سنين ويجيب اكل للبيت. واو الهيلث بدا ينقص بشكل، يبالها هوسبيتال يا الربع. والميني هوسبيتال خلنا نحولهم بلدرز ونحط لهم احلى هوسبيتال، هوسبيتال صغيرة طبعا. حطها مكان تشمل كل البيوت تقريبا تقريبا. هذا هبطينا عليه. اوكي خلنا نكسب واحد زيادة قبل لا يشرد علينا. صاروا عندنا 3 خرفان. مشى والله الحمد لله، نشترت الثالث. ثالث صغير، وش القصبة هذي؟ اعطنا الشيب. شوف هنا يشيل 7، مش مشكلة 7 كافيين. ونوظف واحد يدخلنا الشيبس. الفاير وود لسه. طيب خلنا نزيد 2 وهنا 2، فبيصير هنا 3 وهناك 3 نفس المحل، وهنا في 1، توصل 7. جميل. الهوسبيتال نحط فيها 1. الدكتور هذا مين هذا؟ هذا وود كتر. لا كنسل، ولا نخليه يسوي بلانت 1. يلا بس فكنا من أزمة البتاع. طيب اللامبر 70 تقريبا حاجتنا موجودة، كنا محتاجين 15 بس. والكلية كان كثير 60. 24 موسم الماضي و12 لسه ما هو بكافي، يبالها تقريبا موسم زيادة أو سنة جديدة وبنصير نقدر نبني هذا المبنى. خشب ما يحتاج، يحتاج اللامبر هو نفس الخشب والكلي. اللامبر هذا بيفيدنا في صناعات كثير، 70 حتى لو انباع تقريبا سعره كويس، أي شيء مصنوع بيفيدنا. فممكن نجيب 50 هنا نصير نتاجر فيها، نقول له عطني 50 خلها هنا متخبية. هذا لو ودك تزبن شيء من السكان تجيبه هنا. 3 فارمرز ودي أرجعهم بس مثل ما تشوفون ما فيش كفاية، لكن اتوقع الوضع مستقر معانا. خلصت السنة، خلنا نشوف على الاحصائيات. تقول لنا الاحصائيات السنة الماضية 5000 واستهلاكنا 5600، فيبالنا ها نزيد لنا تقريبا فارم واحد. خلنا نقص واحد بلدر ونحطه فارم واحد وكذا بنكون مكتفين. نعطيه ورك، بيكون استخدامنا تقريبا مرة نفس استهلاكنا، ولكن شغلنا 3 مصانع جديدة وهذا الرابع في الطريق ان شاء الله. وطبعا في مصانع كثير مرة راح نجيها حبة حبة ان شاء الله في الحلقات الجاية، بس اهم شيء نكون مدركين الوضع السرفايف والنمو يكون بطيء حتى ان ما ننصدم بالتعداد السكاني والمتطلبات اللي يطلبونها. والله ييسر الامور مثل ما تشوفون، انا حذر جدا في هذه المواضيع النمو وكذا، فان شاء الله نتسلك معنا الامور. اوصل هدفي اللي هو 500 عامل في المدينة. طبعا اذا ما تعرفون فيه السلسلة هذه او اللعبة هذه ابتديتها قبل والله ما اعرف 4 سنين يمكن، نزلت 4 حلقات ووقفت، بعدين كملت الحالي مدري او اني حتى صورت حلقتين 3 زيادة
وبعدين ما منتجتها، بس ما قدرت صراحة أنا أوصل. توصل المرحلة كذا، عشان كذا تشوفوني خايف، توصل المرحلة خلاص كل شيء يفتك من يدك، اللي مريض واللي متسمم واللي طاح عليهم المنجم، فمتعقد من هذه الأمور أنا. لكن إن شاء الله نتوفق في هذه السلسلة، وإن شاء الله أنكم تكونوا مستمتعين، وأشكر كل من تفاعل في هذه السلسلة وحط لي لايك، ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.